هناك نص أو قصيدة شعرية كتبتها وكنت أتمنى أن ألقيها أمامكم، وهي بهذه المناسبة. هي من 28 بيتا نظمتها بحيث تشكل 28 حرفا من الحروف الأبجدية، يبدأ كل بيت بحرف من هذه الحروف الأبجدية. أنا الهوية، أنا الهوية في حرف انتماءات، أنا البدايات طرا والنهايات، بالحرف أصنع في وحي النهى عجبا، به أصون تراثي لست أقتات، تربع المجد في كفي وفي كتفي، تسقيه من نهري الرقراق ضادات، ثرى الحروف ثراء عندما نسجت ثياب روعتها مني العبارات، جمال بحري سبى الكتاب فافتتنوا جميع ولكم تسبي الجمالات، حاروا بدري وأصداف التي عكست حسني فماست تصوغ الحسن أبيات، خبأت في صدفاتي ألف لؤلؤة خزنتها كي تدوم الأبجديات، دامت بفضل كتاب الله، دامت بفضل كتاب الله من قدم، دوامها لم يزل تسمو به الذات، ذق ما تشاء هنيئا طاب من طبقي، ذق إن طعمي حلوات محلات، ربيت في كنف القرآن تحفظني روح السماوات تحييني السماوات، زكت حروفي به والشعر صيرني زيتونة زيتها للشعر مشكات، سجلت في صفحات المجد ملحمة سادت وكانت لنا فيها بطولات، شكواي لله إن يستوحشوا لغتي شنآت هم لفتور العزم، مرآة صاروا يعادونني لما أقول لهم صونوا جمالي، فبي يا قوم خيرات، ضاقت بي الأرض كيف استبدلوا درري ضحا بأخرى بها زيف، وعلات طنبت في القول عذرا، إنما أملي طيب الإقامة في أهلي، وإن ماتوا ظلي ظليل ولوحي لم يزل خضرا، ظلم إذا في حما رمضائهم باتوا، على خيولي صهيل الحرف تحسبه عنقاء ترشح من فيها الخيالات، غطت حروفي على طول المدى ألقا غمامة ظلها طهر وإخبات، فيا رفاق هلوا من خير مملكتي ففي مرابعها تسمو الفضاءات، قفوا على كل ثغر لي كأنكم قس بن ساعدة للحرف مرسات، كأن روح الخليل استنسخت بكم كل له من كتاب العين إثبات، لا تهملوني ورب النشأ في كنفي للغرب قصد وللتغريب غايات، محمد خير خلق الله أكرمني ما بالكم يا ترى أين الكرامات، نقوا شوائب عيش غاض محتده نقوه إن اغتراب العيش مأساة، هي اللغات إذا ما صنتها بقيت هوية الفرد ما دامت سلالات، وما احتفالكم هذا سوى مثل وشاهد أن صون الإرث من جات، يا أيها الصحب أبقوني مكرمة يكن لكم في الدنا شأن وهيبات، يكن لكم في الدنا شأن وهيبات.